أنهت عناصر من القوات الخاصة الفرنسية عملية واسعة النطاق في ضاحية ساندوني شمال العاصمة باريس، مستهدفين شقة كانت تضم عددا من المشتبه بتنفيذهم هجمات باريس التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصا. وأكدت مصادر في الشرطة الفرنسية أن العملية التي استمرت 8 ساعات أسفرت عن مقتل شخصين من المشتبه بهم، أحدهما انتحارية كانت ترتدي حزاما ناسفا فجرت نفسها أثناء العملية، مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة الفرنسية. وقالت الشرطة أن العملية التي أسفرت أيضا عن اعتقال 7 أشخاص كانت تستهدف بلجيكيا من أصول مغربية يدعى عبد الحميد أبا عود، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات باريس، إلا أن السلطات الفرنسية لم تؤكد مقتله أو اعتقاله في هذه العملية.